قتني الإمام يبكي دما على جده الحسين. تقول لي شلون؟ أوليس في طبيعة الإنسان وتكوينه أن البكاء يكون بصورة هذا الماء الخارج من العين؟ كيف يكون البكاء بالدم؟ أنا ما أحتاج أني أذهب إلى علم الطب وتشريح العين وهل يمكن حدوث هذا الفعل أو لا، مع أن الأطباء أثبتوا صحة حدوث هذا الفعل أن العين قد تبكي دما. لكن أنا أرجع إلى بعض سيرة أهل البيت. الشيخ المجلسي في جلاء العيون شو يقول؟ يقول: وكان زين العابدين سلام الله عليه يبكي على أبيه الحسين بحيث إذا أتي له قدح من الماء تذكر عطش أبيه وبكى وبكى، فإذا انتهى من بكائه حمل القدح فوجد القدح قد امتلئ بالدم دمان. الإمام الرضا سلام الله عليه ماذا يقول؟ يقول: إن يوم الحسين سوى أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. من شدة البكاء تقرحت الجفون، فالإمام يقول: أنا أبكي دما على مصاب جدي الحسين. وإذا تلاحظون أيها الأحبة تجدون أن الإمام، أو هذا الجانب الثاني في حديثنا، استخدم لام التوكيد، يعني ما قال وأبكين عليك، لا، قال لأبكين عليك. هذه اللام يصطلحون عليها بلام التوكيد، يعني أنا أبكي عليك يقينا، ويقطع الإمام بالبكاء بالدم. وأيضا استخدم الفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار، يعني مو بس سنة ولا سنتين، لا، بل كل حياتي أبكي عليك جدي يا حسين. إلى متى هذا البكاء؟ واحد يسألنا إلى متى هذا البكاء؟ نجيب بإجابة الإمام، أكمل لك العبارة: ولأبكين عليك بدل الدموع دما حسرة على ما دهاك وتأسفا وتلهفا. إلى متى يا صاحب الزمان؟ قال: حتى أموت بحسرة المصاب وغصة الاكتئاب. يعني يقول لجد يا حسين: أنا سأبكي عليك دما حتى أموت. وإذا احنا يسألنا واحد إلى متى تبكون على الحسين، نقول له: احنا إلى آخر نفس من أنفاسنا ونحن نصرخ. احنا ما ننسى الحسين، عاش بوجداننا. عجيب، ليش تبكي دم؟ شوف، أنا وأنت نبكي وسمعنا الواقعة، لكن الروايات تقول أن الإمام الحجة في كل يوم تعرض عليه مصيبة جده الحسين ويراها كما هي، يشوفها كما هي. لكن سائل يسأل، وقد سأله السائل عندما رآه في الرؤيا، يقول له: سيدي، أنت تقول في زيارة الناحية ولأبكين عليك بدل الدموع دما، سيدي أي مصيبة تجعلك تبكي دما؟ أي مصيبة؟ هل تبكي على مكسرة الأضلاع فاطمة؟ قال: لو كانت حاضرة لبكت. قال: سيدي، هل تبكي على جدك أمير المؤمنين؟
قال لو كان حاضر لبكى. قال تبكي على المسموم أبي محمد. قال لو كان حاضر لبكى. قال أجل لم يبق إلا هذه المصيبة، تبكي على غريب كربلاء، تبكي على من رضت الخير صدره، تبكي على من رفع على الرمح رأسه. إيش قال له؟ قال لو كان حاضرا لبكى هو أيضا. قال سيدي أجل على ويش تبكي؟ جاوبوني أنتو سيدي على ويش تبكي دام؟ يبكي على ذيك اللي كم سنة وانتو ما زرتوها وقيدة، كم سنة وأحن هاجرون لقبرها. قال أبكي لسبي عمتي زينب، أبكي لدخول عمتي في وسط المجالس، هدية إليك هذين البيتين في قضاء حوائجنا. تقول أنا معات طبت الديوان، أنا معات طبت الديوان، وأنا ما كلمت يا حسين عدوان، وما تخدرت مثلي النسوان. سيدي خذ هالبيت إلك، ها يقول بس هاي ما كانت على البال، على البال أطب المجلس وبزنودي. الحبال وراسك بالطشت وتشوف العيال، تستاهل هذا البيت صرختك. ها قبل ما أدخل بمصيبة الليلة أريد بشوى على زينبها، تقل له أنا صوت الما ينسمع سمعوا، خل أكمل لك. ها أنا صوت الما ينسمع سمعوا، وطولي الما ينشاف شافوا، وخدري الما ينداف